عليهم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غدا إن شاء الله 25 شهر 4 2013 قررنا أن نعتصم وسط غوث اللاجئين. هاي اللي راه يكون في المناطق مدينة العيون، منددين بالقمع الذي القمع الذي نجبروه دائما في مدينة العيون، من العيون المحتلة من الصحراء الغربية من طرف قوات القمع المغربية، ونطالبوا الأمم المتحدة أن تحمينا وتحمي أولادنا وتحمي تركتنا وتحمي رجالتنا وتحمي شيبنا وتحمي شباب وعلياتنا ومناتنا. أنا دائما نخلاء ونذراء، والأمم المتحدة لا تتفرج من مبدأ التاريخ من اجتياح قوات القمع المغربية للأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وصحراويين يخلاء ويذراء، ودي الخطوة اللي مقدمينها إن شاء الله من الدين ونطالبوا بحقوق الانسان داخل المناطق المحتله من الصحراء. والحمد لله هذا المقترح اللي اعطاته الامم المتحده ان سلمته لمجلس الامن انه يناقش حقوق الانسان في الصحراء، سواء صدق ذلك. الحمد لله ما زيدنا الا اصرار فوق اصرار، وكل الوطن او الشهاده. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال الرفيق، غدا 25 أبريل 2013 قررنا نحن كمواطنين صحراويين إرسال رسالة إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم استفتاء بالصحراء الغربية. مضمونها أن الشعب الصحراوي عانى ولا زال يعاني في مناطق المحتلة وفي مخيمات العزة والكرامة. السبب هو الاحتلال المغربي الاستيطاني الغاشم الذي يدعي أننا كصحراويين نعيش في النعيم وفي حقوق الإنسان، والصحراء على العكس ذلك فهي في جحيم مصادرة الحقوق والحريات الشخصية التي تضمنها جميع المواثيق. غدني نلحقوا ذي الرسالة إن شاء الله بمحاولتنا الاعتصام داخل مقر مكتب الغوث اللاجئين المتواجد بعاصمة المدن المحتلة العيون. سواء تمت الخطوة بنجمتهم فلنا شرف المحاولة، وإن شاء الله ترهيب وقمع الاحتلال لمواصلة الدرب النضالي، وندعو الشعب الصحراوي كامل للوحدة واللحمة وتفعيل النضال في الساحة ثم الساحة ثم الساحة. ولا بديل عن تقرير المصير، ولا نمت عن الغزات. لا بديل عن تقرير المصير. كل وطن هو شعب.